بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في واحد من أهم وكلاء مصر ووسط رجالها الأبطال، يشرفنا اليوم بهيئة قناة السويس حضور سيادتكم الذي نعتبره جميعا تأكيدا على ما تمثله القناة كرمز لعزة مصر وعنوان لاستقلالها وامتلاك شعبها مقدرات وثروات بلادي العزيزة. وفي هذا الصدد يشرف العاملين بهيئة قناة السويس أن تكلل مجهوداتهم ويقدر عطاؤهم بزيارة سيادتكم التي تقومون خلالها بافتتاح العديد من الإنجازات التي تعد إضافة مهمة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديد التي تعتمد نهج الإنجاز المتلاحق والكبير، الأمر الذي من شأنه أن يعوض عشرات السنوات الماضية وأن يمنح مصر دفعة قوية لم تكن لتتحقق دون هذه الإرادة الصلبة والجسارة منقطعة النظير. لقائد وزعيم قال على نفسه أن يضع مصلحة بلادي وشعبي في المقام الأول على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل والخارج، حتى تصبح مصر كما عدتم سيادتكم في المكانة التي تستحقها بين الأمم. وعلى مدار أكثر من 150 عاما شهدت قناة السويس العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، تمر من خلاله أكثر من 12% من إجمالي حركة التجارة الدولية، فضلا عن وقوعه كشريان حيوي في سلاسل الامداد والتوريد العالميه. غير ان اهم التطورات التي شهدتها قناه السويس منذ تاميمها عام 1956 كان القرار الذي اصدرته سيادتكم بحفر قناه السويس الجديده بطول 72 كيلو متر لتحقق انجازا تاريخيا يسمح للسفن باختصار زمن العبور من 22 ساعه الى 11 ساعه فقط. كما اتضحت ثماره المباشره في تحقيق قناة السويس لزيادة متواصلة في الإيرادات وصولا لتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها، وذلك في العام المالي المنقضي 21-22. الحقيقة يا فندم إن بمرور 66 سنة منذ تأميم قناة السويس عدى في قناة السويس أكثر من مليون سفينة وحمولة صافية أكثر من 30 مليار طن وإيرادات الرسوم أكثر من 134 مليار دولار. حركة الملاحة خلال 21-22 أعلى برضه معدل في إعداد السفن 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام السابق، والحمولة 1,320,000,000 مليون طن بزيادة 11% عن العام السابق، والعائد بالدولار 7 مليار دولار بزيادة 19% عن العام السابق. مقارنة برضه احنا بنتكلم عن ان الإيرادات فعلا بتزيد كل شهر وكل أسبوع وكل يوم عن اللي قبله، وده احنا لو هنقول الأسباب أساسه حقيقة يعني كلمة للتاريخ قناة السويس الجديدة، لأن لولا قناة السويس الجديدة احنا كنا هنبقى في مشكلة حقيقية بالنسبة لتصنيف القناة. فاحنا بنعتبر ان قناة السويس الجديدة هي طوق النجاة للقناة اللي تم بيه افتتاحه سيادتك 2015. هنا في اغسطس برضه 21 عدى 1884 سفينة، وفي اغسطس برضه 2125 في 22 وفي 21 1884 بزيادة حوالي 13%. ال 22 الحموله كانت 127.8 بزياده 16% عن العام السابق، والعائد بالدولار كان 7 مليار طبعا بزياده حوالي 16% عن العام السابق. وامانه من سيادتكم بضروره استمرار اعمال التطوير في قناه السويس حتى تحافظ على مكانتها الاستراتيجيه، فقد وجهتم سيادتكم بالبدء الفوري في تنفيذ خطه طموحه لتوسيع وتعميق القطاع الجنوبي، وهي الخطة التي يجري حاليا تنفيذها وفق جدول زمني دقيق. هي ان سيادتك من ساعة ما صدقت لنا فندم بالمشروع ال 40 كيلو من الكيلو 122 للكيلو 162 في الجنوب لغاية مخرج خليج السويس، واحنا متقسم إلى جزئين 10 كيلو في البحيرات المرة الصغرى من الكيلو 122 للكيلو 132 بنعمل فيهم ازدواج، هيبقى عندنا قناتين فيهم ينضموا لقناة السويس الجديدة، وبالتالي تصبح 82 كيلو بدل 72 كيلو. العرض بتاعها 292 متر في كل قناة. ده هيسمح لنا فندم بزياده عدد 6 سفن داخل قناه السويس داخل المجرى، وده محتاجينه دلوقتي نظرا لزياده عدد السفن عشان ما نزودش ساعات الانتظار. المشروع يا فندم كان فيه اعمال مدنيه طبعا قبل اعمال التكريك، رفعنا كفاءه 4 احواض ترسيب وزلنا حوالي 6 مليون متر مكعب من الرمال، والطاقه الاستيعابيه لاحواض ترسيب وصلت 155 مليون متر مكعب. 10 شركات وطنيه اللي اشتركت في هذا المشروع او ال 10 كيلو دول، ودي صوره حيه لحوض الترسيب الموجود في شرق القناه امام البحيرات المره الصغرى، واللي بننقل منه نواتج التكريك خلال سيفونات تحت القناه عشان ما نعطلش حركه الملاحه،
بتنتقل من الغرب من الكراكة للشرق عشان تؤدي في السيفونات اللي احنا في حوض الترسيب اللي احنا عاملينها. احنا كركنا برضه 74 مليون متر مكعب وحفرنا 6 سيفونات عشان تعبر هذه نواتج التكريك ليها. ده شكل السيفون من تحت القناة وبيدي على احواض الترسيب. المشروع اللي كركنا فيه 24 مليون متر مكعب لغايه دلوقتي من اصل 62 بنسبه انجاز 40% وزياده عن المستهدف بنسبه 7%. 4 كركات مشتركين فيه من تحالف او التحدي، يعني شركه التحدي اللي هي قناه المواني مع الجرافات الاماراتيه. ده كركه من التحدي الحمراء هي اللي شغاله دلوقتي في موضوع الازدواج في البحيرات المره. ده نموذج للكركات اللي شغاله هناك، ده 4 كركات يعني. بعد كده نيجي لل 30 كيلو التانيين، من الكيلو 132 للكيلو 162 احنا بنعمل توسيع على جعد الشرق 40 متر من 292 ل 332 العرض بتاع القناه هيوصل الحته دي، وزياده العمق من 24 متر ل 27 متر او من 66 قدم ل 72 قدم. حفرنا 3 مليون متر مكعب على الجاف عشان نعمل ال 40 متر دول بطول 30 كيلو. ده شكل للحفر الجاف اللي تم في ال 40 متر اللي احنا اشتغلنا فيهم في الشرق قبل ما نعمل عمليات الحفر او التكريك يعني. رفعنا كفاءة برضو 10 احواض ترسيب وزدنا 34 مليون متر مكعب وزودنا الطاقة الاستيعابية للاحواض الترسيب ل 145 مليون متر مكعب. عدد الشركات اللي اشتركت 20 شركة وطنية. دي صورة برضو مباشرة لحوض ترسيب الموجود في 30 كيلو من 132 لكيلو 162 في الشرق طبعا، وده خط طرد نواتج التكريك من الكراكات لحوض الترسيب. برضو احنا مراعاة تغيير المناخ اللي بيحصل وارتفاع منسوب المية، احنا زودنا علينا منسوب التكسية الشرقية الجديدة اللي احنا بنعملها 80 سنتي عشان تستوعب برضو لو المية ارتفعت يبقى احنا مغطيين الجزء ده وهنستكمله ان شاء الله بطول القناة. صبينا 130 شمعة رباط بطول ال 30 كيلو اللي موجودين دول عشان تستوعب قوة شد 150 طن تستوعب السفن العملاقة، علشان كانت اول 100 طن فدلوقتي بتستوعب السفن العملاقة اللي موجودة. دول شكل شمعات الرباط اللي بطول ال 30 كيلو. دي طبعا التكسات الشرقية والتكسات الغربية. المشروع بيشترك فيه 5 كراكات من هيئة قناة السويس، 5 من الهيئة. وأعمال التكريك عملنا 9 مليون ونص من أصل 18 مليون متر مكعب بنسبة إنجاز 53% والزيادة على المستهلك حوالي 3 مستهدف حوالي 33%. بس مباشر لمشروع التوسعة والتعميق القناة في 30 كيلو الجنوبيين. وتحقيقا لنفس الهدف وسيرا بعد اتفضل. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني هنا نتوقف قدام اللي عرضه السيد رئيس هيئة قناة السويس للمشروع اللي بيتم تنفيذه حاليا. وانا الحقيقة بتكلم فيه عشان حاجتين. الحاجة الاولانية هو ان دايما احنا كمصريين وكمفكرين ومثقفين واعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها، افتكروا كويس قوي لما 2014 تقريبا من نفس المكان ده اطلقنا، او من القاعه اللي كانت موجوده اطلقنا حفر القناه الجديده اللي احنا افتتحناها في اغسطس 2015، وحصل نقاش كتير وجدال كتير هل ده المشروع ده كان مهم ان احنا نعمله، وهل الدولة كانت محتاجة انها تعمل ازدواج للقناة ولا لا. طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر تمام، مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة
للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها. المثال قدامكم وواضح، مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا دخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم. بالكتير يعني. تمام. قبل القناة. تمام. النهاردة احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت، هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. توافقني ست فريق وسط؟ تمام يا فندم طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لينا احنا كاعلاميين عايزين تتكلموا على البلد وتتكلموا على اللي حد يروح يطلق موضوع يشكككم في اجراء، وكان الدوله دي ما بتفكرش وما بتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي وكانها مش عارفه حاجه في الدنيا وهم اللي عارفين. لا طبعا. وانا بقول الكلام ده عشان ده مهم يتقال دلوقتي. طب دلوقتي احنا لما جينا نعمل الشق الثاني دول، خدنا عملنا اكتتاب يا دكتور مصطفى. مين اللي بيعمل المشروع؟ هيئة قناة السويس. يعني الدولة. وده مش معناه ان احنا يعني مش عايزين الناس تساهم ولا حاجة، لا، لكن عايز اقول ان الدولة لما عملت ده بقى ليها دخل. الدخل ده ابتدى يتطور وبيستخدم في تطوير القناة لصالح ان هو ان احنا نحافظ على اي معدل حركة مهما حصل، نحافظ على 11 ساعة. انا بقول كلام مظبوط؟ تمام. كلام مظبوط. يبقى النهاردة بقول ان انا حتى لو عدد السفن العابرة سواء من الشمال للجنوب او في الاثنين بيمروا في توقيت واحد، انا اللي بعمله دلوقتي بيديني قدرة على استيعاب التطور في حركة التجارة وفي زيادة اعداد السفن، وايضا التطور اللي بيتعمل في حجم وعمق السفن، مش كده برضه؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لينا ليه دلوقتي واحنا وقطعت على الفريق اسامه؟ ما هو الكلام اللي بيقوله هو بيشرح الموضوع، لكن اللي احنا يهمنا واحنا بنشرح الموضوع نتكلم على الحاله اللي بتتعمل معاكم يا مصريين. هم دايما واخدينكم في حته واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس. باين علينا ايه؟ مش عارفين ندافع كويس. مش عارفين. اللي بيتكلم في الموضوع مش حضرتك عشان بس ما اقصدش. تمام. هيتكلم علينا كلنا. تمام. ان احنا نقعد نجيب موضوع ونجيب التعليقات اللي اتعملت عنه. لما يقول لك ايه؟ ده مش عارف يعني تعبيرات طلعت كده، ده مش عارف ايه، مش عايز اقول التعبير اللي اتقال ما يصحش، لكن على المشروع ساعتها. طب ما تجيبوا الكلام ده وتطلعوا اللي اتقال في جرايد المناوئه واللي اتقال في الاعلام المناوئ واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلموا عليه، وقولوا ده مثال حي لازاي هم عايزين ياثروا عليكم، ازاي هم عايزين يخوفوكم يقاسوكم. طب احنا في بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لانها لقيت فرصه بس ان انا اقول لكم ان كل بالمناسبه كل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفيه وليه ناس بتتكلم عليه في على مواقع التواصل وعلى الاعلام، ولما نيجي ندافع عنه مش صح. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشه هنا نشوفه، وده اللي اتقال لنا وده اللي احنا فيه، ده اللي اتقال علينا وده اللي احنا فيه. ده مش عشان ليا او للمسؤولين اللي موجودين، لا، ده عشان الناس في مصر، عشان الانسان المصري البسيط اللي من الشارع يفهم ان هو مستهدف، ان هو يقاسوه يخوفوه يضعفوه، لان هم ما عندهمش حاجه تانية غير كده، ما عندهمش حاجه غير التشكيك والاساءه وسوء. ومعلومه صغيره ممكن تكون صحيحه ويحط جنب منها اكاذيب كثيره. انا قطعتك بس انا اسف يعني يا فندم، عشان اللي بيتعمل ده النهارده. طب ده حركه المفروض ان في ركود عالمي بقى
طب ازاي النهارده ركود عالمي والسنه اللي فاتت ومع كورونا ولا ده ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لان في اعتبارات اخرى بتدرس، في هنا كيان جوه الهيئه بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركه التجاره، ومش بس كده، وتكلفه النقل عشان في الاخر يوري رسومنا كذا كذا. تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناه السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدولة. من دخل قناه السويس. طب هو بيدي لوزاره الماليه المستحقات بتاعتها دكتور معيد وزياده حبه، صح كده؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ اعترف يا اخي، اعترف، حاجه صعبه جدا. الدكتور معيد مهما تدي له ما فيش فايده، ياخد ما بيه. يعني اقصد اقول، اتفضل يا دكتور معيد. اقصد اقول يعني كل الكلام ده هي قناه السويس، وانا بقول الكلام ده عشان في يوم جميل زي ده نشكر الهيئه ونشكر القائمين عليها والعاملين، وبنقول لكم ان مصر بتشكركم ومقدره اللي انتم بتعملوه، واوعوا تسمعوا كلام حد يسئلكم، ما تصدقوش. طب تصدقونا احنا بس؟ لا طبعا، مش هنقول بالمطلق صدقونا، لكن احنا بنحاول نكون امناء مع المصريين في كل شيء. طب نخبي عليكم ليه؟ اي حاجه بتتعمل بدراسات، بتتعمل مش احنا قاعدين ناس قاعده مع بعضها كده، لا دي مكاتب عالميه، ولا انا بقول كلام؟ طبعا تمام. كل شيء بيدرس عشان ناخد قرار نصرف على مقتضاه مليارات الجنيهات والدولارات عشان حاجه زي كده، لكن النتيجه ايه؟ طب انت النهارده لو انت خمسه وسبعه، الاثنين مليار اللي هم جم بس السنه اللي فاتت كده، تمام، بكام؟ ب 35 37 مليار جنيه يعني، مش كده؟ غير اللي قبله واللي قبله. انا اسف اني قطعتك يعني، بس كان مهم ان احنا نقول الكلام ده للمصريين ونقوله للاعلام، انك انت في كل مساله من المسائل اللي تم تشكيك فيها لمصر اوعى تتكلم على انك انت ايه مصر كويسه، لا 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 لا، هات اللي قالوه كله، هاتوا اللي قالوه كله وطلعوه وضحكونا على اللي قالوه، مش بيجيبوا صور وبيجيبوا كاريكاتير وكلام من هذا القبيل. مالكم خايفين تجيبوا الكلام ليه؟ ما تقولوا، قالوا علينا وقالوا علينا وقالوا علينا، واحنا كمان بنرد عليهم بالواقع بالحقائق. اتفضل. شكرا يا فندم. تحقيقا لنفس الهدف وسيرا على ذات الطريق، تواصل هيئه قناه السويس تاكيد مكانتها كمؤسسه مصريه تسعى لتوطين الصناعه المحليه، وتستهدف تعزيز القدرات الذاتيه على تصنيع الوحدات البحريه التي تمكنها من خدمه حركه الملاحه بالقناه وتامينها وضمان سلامتها. فقد قامت الهيئه بتوجهات مباشره من سيادتكم بتصنيع وبناء عدد من الوحدات البحريه، فبالامس القريب قمتم سيادتكم بتدشين 42 وحده بحريه خلال العام الماضي، واليوم نضيف اليها 16 وحده بحريه جديده تمثل علامه فارقه في تاريخ هيئه قناه السويس وتتوج مرحله جديده من العطاء لهذا الصرح العظيم. وفي اطار رؤيه سيادتكم نحو تعزيز دور الهيئه في تنشيط حركه السياحه بمنطقه القناه، بدانا في تنفيذ خطه طموحه نستهدف من خلالها زياده معدلات اليخوت السياحيه العابره للقناه عبر رفع كفاءه وتطوير مراسي اليخوت التابعه للهيئه، وتماشيا مع سياسه الدوله المصريه الهادفه للحد من الانبعاثات الكربونيه، سنقوم ببناء اول مرسى يخوت اخضر في مصر يعمل بالطاقه النظيفه والمتجدده بعد التصديق من سيادتكم. الحقيقه ان احنا في هيئه قناه السويس في ثلاث مراين لليخوت في بورسعيد والسويس والاسماعيليه. احنا بدانا اعمال التطوير من خلال محاور تحسين تجربه العبور، التحول الرقمي، وتطوير مرسى اليخوت. الوضع الحالي للمارينا الموجوده في الاسماعيليه بتتحمل 12 يخت، الوضع المستهدف 60. سيادتك امرت ان احنا نكبر، هنضاعف العدد ده ان شاء الله تبقى 120. اضفنا خدمات زي التزود بالوقود والصيانه وانتظار اليخوت لفترات طويله، ودي جذبت عدد من اليخوت ما كانتش بتيجي مصر قبل كده. برضه احنا بننشئ ان شاء الله اول مارينا اليخوت اخضر في مصر يعمل بالطاقه المتجدده على مساحه 25000 متر مربع. ان شاء الله المارينا دي هتبقى فيها مرسى اليخوت يسع 65 يخت، هنضاعفهم من الضعف يبقى 130 يخت، وفندق ومحل تجاريه من اللي هتخدم سياح اليخوت واللي مطلوبه ليهم. برضه في بورسعيد كنا صدقنا من سيادتك على الممشى السياحي بطول 850 متر ومرسى اليخوت يسع 75 يخت، وسيادتك صدقت عليه، احنا بدانا نشتغل فعلا فيه دلوقتي.
فخامة الرئيس لقد كان يدعمكم. مش برضو عايز اقول لكم اليخوت الثلاثة او الثلاث مواقع اللي بيتكلم عليهم الفريق أسامة، الكلام ده هيتم الانفاق عليه منين؟ منين؟ الهيئة، من هيئة قناة السويس. يعني مش هناخد حاجة من الدكتور معيتة يا دكتور مصطفى ولا هنقرب لك. مين اللي هيدفع يا فندم؟ هيئة قناة السويس. وبالمناسبة اوعى تفتكروا ان الكلام ده معمول طرف، ده مش طرف، احنا على ممر ملاحي دولي يا جماعة، والكلام ده احنا متأخرين فيه من اول شمال عند بورسعيد لغاية البحر الأحمر. المفروض ان الكلام ده كله يبقى فيه حجم من المراسي اللي تخدم على حركة اليخوت العابرة لقناة السويس على مدار العام. فاللي بيتعمل ده جزء يسير من خطة كبيرة الدولة بتعملها في هذا المجال، سواء على البحر المتوسط او في البحر الأحمر او البحر الأحمر. ما احنا هنخلق فرص عمل ازاي؟ هنبقى منطقة جذب ازاي؟ هنجيب سياحة، نوع من السياحة مش موجود عندنا يا دكتور مصطفى، النوع ده مش كده؟ تمام يا فندم. كامل مش كده ولا انا من لأول مرة في مصر تم إطلاق منصة اليخوت في قطاع النقل البحري. أي سائح، أي مستثمر في أي دولة في العالم عايز يجي مصر خلال 72 ساعة، كنا عاملين سيادتك 7 أيام وسيادتك أمرت ب 72 ساعة. لا أنا ما أمرتش ب 72 ساعة، سيادتك أمرت بيوم، سيادتك أمرت بيوم بس، إحنا فنم عملنا لأول مرة 72 ساعة. لو حب سيادتك لو جه مرة تانية أو لو حب يمد الرحلة بتاعته خلال تواجده في مصر بياخد خلال 24 ساعة، يقدر يسجل، ما يدفعش رسوم غير في مكان واحد، ما ياخدش تصريح غير من مكان واحد، يجي من أي مكان في العالم خلال 72 ساعة يكون واخد التصريح بتاعه داخل مصر في أي مارينا مصرية، ما فيش حد بيطلع يفتشه، مارينا الوصول ومارينا المغادرة فقط. احنا فنم لأول مرة في مصر نعمل فعلا منصة عالمية زي كل اللي موجودة في كل الدول العالم المتقدم. لا العالم المتقدم ما بياخدش 24 ساعة كده. هو سيادتك بس ظروفنا طبعا، احنا طبعا لأول مرة، كل شوية سيادتك كان بإذن الله هنتطور وعلى طول بمجرد الاختيار إن شاء الله زي ما سيادتك أمرت. أنا عايز أقول لكم على حاجة كامل، إذا كنتوا أنتوا عايزين تاخدوا جزء من هذا النشاط، الناس بتاخد في التسجيل وكلام من هذا القبيل، وحد يرد عليا من اللي هو 30 دقيقة، حد يرد عليا في المجال دوت ولا أنا 30 دقيقة بندف مش كده يا فندم ولا ايه؟ فانت لما بتقول حتى 24 ساعة كامل ده كتير، لكن خلينا نقول 24 ساعة. طب المطلوب ايه؟ نعمله كلنا مع بعض كأجهزة الداخلية معاكم، مع المؤسسات المختلفة اللي بتشق البيئة، مع كل المعنيين بهذا الأمر، عشان نقدر نحقق على الأقل ال 24 ساعة وليس ال 72 ساعة. حاضر يا فندم، شكرا. فخامة الرئيس، لقد كان دعمكم المتواصل لهيئة قناة السويس وتوجيهاتكم الدائمة بتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها استمرار عطاء الهيئة نحو حركة التجارة العالمية أكبر الأثر في تحقيق نجاح باهر في مواجهة عدد من التحديات الجسيمة والتي لم يكن من الوارد التغلب عليها دون هذا الدعم المستمر من سيادتكم. وفي هذا الصدد فقد تابعنا جميعا كيف حاولت مختلف دول العالم مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد من خلال تطبيق إجراءات وقائية أثرت بشدة على كافة أشكال النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والملاحي، بما أدى لنتائج صعبة على كافة المستويات، وكان الاستثناء من ذلك بدرجة كبيرة في مصر، إذ شهد الجميع لقدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمة بنجاح كبير والحد من التداعيات السلبية الخطيرة للجائحة. ولقد كانت هيئة قناة السويس في القلب من المؤسسات المصرية التي تمكنت من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في خضم الأزمات العالمية المتلاحقة. حقيقة فندم إن إحنا حققنا أو حطمنا أرقام قياسية خلال الفترة السابقة برضو، يعني لما نشوف إن الأرقام القياسية في اليومية في 6 أغسطس 22 كان أعلى معدل عبور السفن في تاريخ القناة بالكامل 89 سفينة، أعلى إيراد بالدولار في يوم 29 يوليو 22 كان 32 مليون دولار، أعلى معدل عبور للسفن في الشهر كان 2125 سفينة في شهر أغسطس 22، وأعلى إيراد كمان بالدولار كان 745 مليون دولار. طبعا خلال العام المالي احنا حققنا اعلى معدل
بالدولار 7 مليار دولار عن السنوات السابقه كلها اللي بدانا من 2016 من بعد قناه السويس الجديده، يزيد لغايه لما وصلنا للسنه دي 22. وكمان كان في اعلى برضو حموله صافيه مليار 320 مليون طن، فالحموله احنا بنحقق الحمد لله ارقام قياسيه كل شهر عن الشهر اللي بعده. برضو نجحنا في ان احنا عبور غير تقليدي لثمان سفن من عملاقه اول مره تعبر في قناه السويس، اللي هي بحمولات 224 الف طن وحاويات بتاعتها الطاقه بتاعتها 24 الف حاويه وطولها 400 متر والغطس بتاعها 16 متر 30 سنتي، وده اكبر غطس كان بيعبر في قناه السويس وكانش بيعبر قبل كده، والحمد لله عبر بنجاح. وبالرغم من تطور ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه والتي ادت الى ارتباك شديد في مختلف الاوساط الدوليه وما بينها قطاع النقل والمياه، الا اننا بفضل من الله تعالى ودعم سيادتكم تمكنا في هيئه قناه السويس كما في سائر القطاعات المصريه من تحييد الازمه بدرجه كبيره واستمرار العطاء وتحقيق الانجاز تلو الاخر بنفس الوتيره. الحقيقه ان احنا السياسات التسويقيه اللي كنا دايما بنستخدمها من حرب من كورونا 2020 برضه احنا عملنا نفس الموضوع دون، وكان في عبور اول لسفن 1707 سفينه ما كانتش تعبر قبل كده، يعتبر ده عبور اول ليها ودفعت 720 مليون دولار، ودي برضه كان يعتبر نجاح لقناه السويس. الحقيقه ان برضه في العام المالي كان 1707 وايراد كان 720 مليون دولار. برضو السياسات اللي احنا خدناها برضو خلت في معدل عبور جذب خطوط جديده زي 4312 سفينه ما كانتش عبرت قبل كده، كان السويس اول عبور اول مره تعبر هذه الخطوط ودفعت 757 مليون دولار. وتقودنا الارقام غير المسبوقه التي تحققت خلال الفتره الماضيه الى ذروه الانجاز، واعني بها ملحمه تعويم السفينه ايفر جيفن التي جرت وقائعها في مارس عام 2021 السنه الماضيه، والذي كان لتوجيهات ودعم سيادتكم ثم لابطال هيئه قناه السويس واصرارهم وعزيمتهم على استمدوها من متابعتكم واشرافكم المستمر على وقائع التعاطي مع الموقف الدور الاهم في التغلب على الازمه التي توقع اكثر الخبراء تفاؤلا ان تستمر لعده اشهر. اذ ابى المصريون الى ان يشهدوا العالم على مدى ما يتمتعون به من انتماء لوطنهم وغيره على سمعته وقدره على تحدي الصعاب والمخاطر، وتم تعويم السفينه خلال سته ايام فقط ليشهد الشعب المصري العظيم انجاز ابنائه يفخر بقدراته على تذليل اعتى التحديات والصعاب. وقد جرت في اعقاب ذلك ملحمه اخرى لا تقل اهميه وخطوره، وهي استيعاب 422 سفينه كانت تنتظر اعاده لفتح القناه امام حركه الملاحه، لتتمكن الهيئه من تنفيذ ذلك في اقل من اربعه ايام، محققه رقما قياسيا يضاف الى ارقامها القياسيه المتكرره منذ حفر قناه السويس الجديده. لقد اصبحت مصر في ظل قيادتكم تتبوأ مكانه رائده في المنطقه بصفه خاصه وعلى المستوى الدولي بصفه عامه. قد جاء اختيارها لاستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في نسخته رقم 27 إقرارا من المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، تلك التنمية التي تأخذ في الاعتبار تحقيق معدلات نمو عالية مع الحفاظ على البيئة وعدم إهدار الموارد. وفي هذا الإطار حرصت الهيئة على تنفيذ عدة إجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة البيئة وحماية الكائنات البحرية ومكافحة التلوث، وهي الإجراءات التي تستهدف تحويل القناة إلى قناة خضراء بحلول عام 2030. هي إن احنا المحاور الاستراتيجية بتاعتنا كان من القلب منها الاستدامة والمحافظة على البيئة، ودي خدت ستة محاور مننا، إن احنا هنشغل محطات الإرشاد ال 16 بطول القناة اشتغلوا فعلا دلوقتي بالطاقة المتجددة الرياح مع الشمس، وكمان تحويل أسطول سيارات المرشدين إلى الغاز زي ما سيادتك أمرت، وده تنفذ خالص تمام بالكامل، تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، ده تم بالنسبة للمراكب كلها، ومن أول سبتمبر تم بالنسبة لليخوت. دراسة منح حوافز للسفن صديقة البيئة دي لسه احنا بندرسها، وإنشاء وتشغيل أول مارينا لخوت صديقة البيئة هنبدأ فيها إن شاء الله، مع الدخول في شراكات مع كيانات عالمية لإعادة تدوير مخلفات السفن. لقد كانت الثروة البشرية دائما وستبقى هي العنصر الأهم الذي تمتلكه هيئة قناة السويس والذي تعتمد عليه في تنفيذ كافة مخطط التطور والتقدم. وفي هذا الصدد ونحن على اعتاب الاحتفال بعيد المرشد الذي يحل في شهر سبتمبر من كل عام، أتوجه بخالص التحية وعظيم التقدير للسادة مرشدي هيئة قناة السويس الذين يقومون بدور وطني بالغ الأهمية في تسيير حركة عبور السفن بالقناة باقتدار، فلهم منا كل الامتنان والعرفان. الشكر والتقدير موصول أيضا لكل رؤساء هيئة قناة السويس السابقين وكافة فئات العاملين على ما يقدمونه من عطاء وافر في خدمة بلدهم وتنفيذ كل المهام الموكلة بمنتهى الإجادة والاقتدار مهما كانت التحديات.
وايضا خالص الامتنان والتقدير والعرفان لدوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والساده الوزراء الذين لا يألون جهدا في تقديم كافه اوجه الدعم لهيئه قناه السويس، والتقدير والعرفان لقواتنا المسلحه الباسله درع مصر وسيفها البطار، فهي الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات المصريين برا وبحرا وجوا. السيد الرئيس، بالاصاله عن نفسي ونيابه عن جميع العاملين بهيئه قناه السويس، هذا الصرح الشامخ الذي طالما كان رمزا من رموز العزه والكرامه المصريه ومحورا للعديد من المواجهات التي اسفرت دائما عن تحقيق الانتصار للاراده المصريه، نعاهد الله ونعاهد سيادتكم وشعب مصر العظيم ان نظل ابدا مرابطين على هذا الصغر، وان يظل ابطال القناه عند حسن ظن الوطن بهم لا يدخرون غاليا الا ويبذلونه من اجل تحقيق المكانه الرافعه لبلدهم بين الامم. دامت مصر قويه ابيه بقائدها وشعبها الابي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.